بعد أن استبشرت الديوانية بإعادة المساحات الخضراء الخاصة بزراعة الرز وأشهره وهو العنبر، إلا أن في فترة نموه الحساس يفتقد المزارعون إلى جملة من العوامل المهمة لإنجاح إيصاله إلى موسم الحصاد. ما أن تنفس المزارعون بعد سنوات من الجفاف وبقاء آلاف الدونمات بدون أن تتعطر في مواسم الحصاد برائحة العنبر، ها هي اليوم تعود للواجهة من جديد بفضل عامل الأمطار الجيد في العام الماضي، إلا أن هذا الأمر لم يجعل من سعادة الفلاحين في ديمومة، فهناك جملة من السلبيات رافقت مراحل نمو الرز والتي تعد الأهم حتى وقت حصاده. إحنا الدولة أعطتنا الضوء الأخضر، قالت ازرعوا ووفرت لنا الماء، الحمد لله والشكر، بس ما وفرت لنا لا الكهرباء ولا وفرت لنا المبيد ولا وفرت لنا السماد ولا وفرت لنا الآلات اللي احنا جاي نستخدمها بالزراعة، يعني مثل الكاروبة التعديل. احنا هسه هاي ابسط شيء هذا المبيد اللي اشتريناه بسوق السوداء، هسه احنا نشتري 150 اللتر كلها على الفلاح. معاناه الفلاح يعني لمن يروح؟ اولا السماد على الفلاح، البذور على الفلاح، الكهرباء على كل، حتى الدول ابسط شيء هسه ما توفر الدولة على الفلاح. يعني آخر شيء الدواء وصل قنينة صغيرة، يعني ما يعني 35,000 كهرباء، آخر الكهرباء نقول آخر الكهرباء، يعني ماكو كهرباء. تاريخ العراق وصلت للمية وعشرة، والله لحد هاللحظة أنا إحنا ماطور نحترق من وراء الكهرباء، وهذا ماطور أخوي ثاني احترق وماطور أخوي ثاني ماكو، يعني بنقول لك 70% المواطير كلها احترقت. هنا الفلاح مثل ما تشوفون هاي الأراضي الخضراء جابها بجهود ذاتية من عنده. معاناة الفلاح هو من بداية زراعة الموسم، الأراضي الحراثة بالنسبة للبذور، مكان للتسويق ماكو. يعني هسه احنا هذا المكان التسويق اللي قبل كان بالتسعينات والثمانينات نسوق له، هسه استغلوه للأسمدة. الجانب الحكومي أكد أنهم ماضون في تحضير كل مخازن الحبوب الرئيسة والبديلة لأجل استيعاب الكميات المحصودة، ولعل زيارة وزير التجارة الأخيرة للمحافظة تركزت حول هذا الأمر، لأن الجميع يدرك أن السائلوات قد لا تستوعب ما سيتم حصاده. خلال زيارة وزير التجارة الأخيرة استبشرنا خيرا بزيادة هذه الطاقة الاستيعابية، وخلال لقاء اليوم بالسيد المحافظ أكد أنه إعادة فتح مركز المهناوي وإعادة فتح مركز في استلام لغماس، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للمخازن الموجودة في مركز المحافظة. مساحات قدرت ب 150 ألف دونم تم شمولها بخطة زراعة الرز لهذا العام. ويؤكد مختصون أن المياه لا تكفي وحدها لإنجاح الزراعة، بل لا بد من خطة حكومية شاملة فيها الحلول البديلة لكل ما تتعرض له التربة أو المحصول، حتى لا تكون النهاية مأساوية ويكون اللجوء إلى التعويض المتعثر الخطوات دوما. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.